واجب كبير قد تنتهي مهمة المقاتل بانتهاء المعركة، أما مهمتكم هي لتأمين الأجيال القادمة. وقد أؤيد من يقول أن لا تخف من ينكر وجود الله، ولكن خف ممن يقطع الرؤوس لكي يثبت وجوده. ما أجمل أن تلتقيني وأن تنتقد سلوكي وأن تنتقد عمري، ولكن تتقبلني كشريك لك في الوطن وكشريك لك في هذه الأرض. لا بد من وجود مشتركات نعمل معا من خلالها. ما أجمل أن ننتقد القول ولكن نحترم القائل، وما أجمل أن نكره القضية ولكن لا نلوم الخاطئ، وما أجمل أن ندين جسور العبور مع الآخر ولا نحرقها. طرحتها على الأخوة، أرجو أن يكونوا قد كتبوها، بتأسيس المجلس الإعلامي الوطني يتناول في هذا المجلس صياغة المفردة الوطنية التي تراهي مستقبل العراق بتجول بعيدا عن فئويتنا، بعيدا عن حزبيتنا، بعيدا عن مصالحنا الفئوية ومصالحنا الحزبية ومصالحنا الشخصية، ويعززها تعزيز روح المواطنة، تحويل هذا البلد من دولة مكونات إلى دولة مواطنة يكرم فيها الإنسان من إنسانيته إلى أكثر.